قررت نيابة أمن الدولة العليا المصري حبس 3 صحفيين على ذمة التحقيقات 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة. وجهت النيابة لكل من الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد والصحفي محمد صلاح اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الصحفيين 3 مساء أول أمس الثلاثاء من على أحد مقاهي وسط القاهرة، وتم عرضهم على النيابة 4 التي أصدرت قرارها عقب أول جلسة تحقيق معهم. وفي القضية رقم 7041 أمن دولة، قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بطرى اليوم الخميس قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشط هيثم محمدين وستة آخرين في واقعة اتهامهم بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية وتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى محمدين وآخرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر ضد الدولة ومؤسساتها وحيازة منشورات في منزله بمنطقة الصف وتكدير السلم والأمن العام. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت 4 إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات. سيد حسام، يعني من هذه الأخبار يبدو أن النظام المصري مستمر في حالة الاحتجاز والاستهداف التي يتعلق بالصحفيين والناشطين. نعم صحيح، النظام المصري يبتعد بشدة من أي محاولة صحفية أو إعلامية بكشف حقائق في مصر. هو لا يريد في مصر أي مساحة إعلامية حقيقية، هو عايز في مصر حالة إعلامية تهتم بالفنون، تهتم بالمنوعات، تعمل على إلهاء الشعب. ولكن أي صحفي جاد في مصر يحاول أن يعمل بشكل مهني احترافي حقيقي، يبحث عن معلومة، يحاول أن يوثق حالات حقيقية، يحاول أن يكشف حقائق، يكشف مستندات، يتم استهدافه، يتم القبض عليه، يتم ترفيق القضايا إليه، يتم تعذيبه، يتم الزج به في السجون. هذه هي الحالة الإعلامية في مصر، وللأسف بيشارك فيها بالصمت وبالتواطؤ النقيب الصحفيين ضياء رشوان ومكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام. في الحقيقه حاله من الحالات يعني التساهل، بل المشاركه في قمع الصحفيين وقمع الصحافه، بيشارك فيها يعني اساتذه المفروض ان هم من اساتذه المهنه في مصر. حاله من حالات يعني حاله صعبه جدا بتعيشها الصحافه المصريه. الحقيقه انا بأبدي القلق الشديد على عدد كبير من الصحفيين الجادين في مصر اللي حاليا بيشتغلوا في وكالات محترمه، مش بيشتغلوا في وكالات تابعه للسلطه او صحف تابعه للسلطه. كل صحفي يعمل الان في وكاله محترمه او وكاله دوليه يحاول ان يبحث عن الحقيقه او يحاول ان يحقق قضيه او مستند، الان هو معرض للاختفاء، معرض للتعذيب، او عليه ان يمكث في بيته وان يمتنع عن مزاوله مهنته حفاظا على حياته وحريته هو واسرته. الصحافه في مصر والصحفيين في مصر بيتعرضوا لضغوط شديده جدا. النظام تفرغ ليهم بعد ما قضى على كل الحاله السياسيه في مصر وأممها، فلم يعد امامه الان سوى المساحه الاعلاميه. ابقى معي سيد حسام، ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره السيد المحامي اسعد هيكل. اهلا بك سيد اسعد. يعني هذه الاخبار المتواليه على فكره القبض على 3 صحفيين من على مقهى، تجديد او رفض الاستئناف او الاستئناف على اخلاء سبيل محمدين، كل هذه الأمور وأيضا تقرير منظمة العفو الدولية عن فكرة الصحفيين والتعرض للصحفيين، يعني لماذا ينتهج النظام هذا النهج ولماذا لا يقوم بوضع بحبوحة من الحركة للصحفيين والإعلاميين؟ يعني إحنا عشان نتفهم مثل هذا الوضع من منظور السلطة، يعني أتحدث كمحلل، أن ما حدث في مصر بعد 30 يونيو 2000 13 وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين الحكم وعزلها والزج بقيادتها في السجون مقابل ما قامت به هذه الجماعة من تهديدات صريحة للأمن القومي المصري وتهديد صريحة للشعب المصري بالتفجير والقتل والاغتيال وما إلى ذلك. علينا نستحضر دائما هذا المشهد ولا نفصله عما الشرطة توغلت في الحقيقة في عمليات القبض في الفترة في هذه الفترة على مدار 5 أو 6 سنوات الأخيرة، حتى أن بعض خليني أسميهم ممن سني النية أو المستقلين عن جماعة الإخوان المسلمين وعن السلطة في بعض الأحيان حينما تتحدث الصحافة عن ما يتعلق بتحركات في أجهزة الدولة أو في فعاليات سياسية ما
بعض داخل السلطة يتخذ من هذا الأمر ذريعة للقيام بعمليات القبض. لكن خلينا أيضا أستحضر في الحقيقة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير وتوجيهاته نحو الإصلاح السياسي واحترام الحقوق والحريات. من هنا تستطيع أن تفسر ما هو بعد هذا الخطاب. تم اقتحام مدى مصر والقبض على الصحفيين، وأيضا تم اعتقال 3 من الصحفيين يعملون في يعني سلافة مجدي. هؤلاء خاصة بمدى مصر بعد انتقاد بومبيو للحالة الصحفية في مصر والمطالبة بمساحة الحرية الصحفية. لكن أيضا تم اليوم قرار للنيابة ب 15 يوم لسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح الذين ليس لهم علاقة بأي شكل.